السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد في حلقة جديدة إن شاء الله الرحمن الرحيم. نتمنى أنها تنال إعجابكم. الحلقة ديال اليوم تتم بطبيعة الحال السلسلة ديال مجموعة لا كونجيكيزون بالنسبة للمبتدئين. إذا العنوان ديال حلقة اليوم هو البريزون دي فيرب دو تخوازيام جروب، البريزون دي فيرب دو تخوازيام جروب. أنا في هذه الحلقة إن شاء الله ما غاديش نكمل الفيديو، يعني غادي تقسم هذا الفيديو الى شطرين حيت هو غيكون فيديو شويه طويل، حيت لي فيرب دو تخوازيام جروب مختلف شويه على لي فيرب دو دوزيام جروب ودي برومي جروب، ما عندهمش قاعده محدده على عكسهم انها كتكون عندهم مجموعه من القواعد ما يمكنش نطرق لهم في فيديو واحد. اذا انا فقط هنا غنعطيكم امثله لي فيرب دو تخوازيام جروب باش عرفوا بانه كاين اختلاف كبير ما بين لي فيرب دو تخوازيام جروب مع لي فيرب دو دوزيام جروب او دو برومي جروب. اذا لو بريزون دي فيرب دو تخوازيام جروب، اذا بيتي رابيل لي فيرب دو تخوازيام جروب طبيعه الحال هما كلشي اللي هما لي فيرب اللي كيساليو باي ار طبيعه الحال كيف قلنا، ما عدا كاينين دي فيرب اللي كيساليو باي ار وكيكونوا دو دوزيام جروب، اللي كيساليو او اي ار هما لي فيرب دو تخوازيام جروب، واللي كيساليو ب ار او هما ايضا لي فيرب دو تخوازيام جروب. اذا لي فيرب دو تخوازيام جروب كينقسموا لثلاثه، كاين اللي كيسالي ب اي ار، كاين اللي كيسالي ب او اي ار، كاين اللي كيسالي ب ار او. هنا عطيتكم بعض الامثله والامثله كثيره جدا، طرقت فقط البعض منها. اذا اولا لو فيرب الي، لو فيرب الي كيسالي ب ار ولكن هو داخل ايضا في لي فيرب دو تخوازيام جروب. كنت كيف شرت لي فيرب لو بريزون دي فيرب دو برومي جروب، كنتو غتشوفوا انني نفيت القاعده ديال لو فيرب الي مع لي فيرب دو برومي جروب. هو واخا كيسالي ب ار ولكن عنده علاقه بلي فيرب دو تخوازيام جروب، كيدخل في لي فيرب دو تخوازيام جروب. اذا لو فيرب بواغ، اذا كيسالي ب ار او شاربا، لو فيرب بواغ ار او ها هو. اذا لو فيرب دير، لو فيرب دير قال ويقول او ار او ا لا فان، اذا لو فيرب دو تخوازيام جروب. لو فيرب دورمير، دورمير كيسالي ب اي ار وداخل في لي فيرب دو تخوازيام جروب، ما يمكنش ندخلو في لي فيرب دو دوزيام جروب. لو فيرب فار، لو فيرب فار ر او ا لا فان داخل في لي فيرب دو تخوازيام جروب. لو فيرب لير، لير ر او ا لا فان داخل في لي فيرب دو تخوازيام جروب. بوفوار، بوفوار كيسالي او اي ار داخل في لي فيرب دو تخوازيام جروب او اي ار. لو فيرب بروندر ر دغ، اذا ر او ا لا فان داخل في لي فيرب دو دوزيام جروب. لو فيرب سورتير كيسالي ب اي ار ا لا فان، اذا هو في لي فيرب دو تخوازيام جروب. لو فيرب تونير، لو فيرب فينير، اذا لو فيرب تونير و فينير تقريبا كيتصرفوا نفس الطريقه، لو فيرب فينير و لو فيرب تونير، لو فيرب فينير و لو فيرب تونير. اذا تونير و فينير ا لا فان اي ار ما كيدخلوش في لي فيرب دو دوزيام جروب، لي فيرب دو تخوازيام جروب. لو فيرب بوفوار، بلوفوار، pouvoir، اذا كاينين فالوار، اذا بزاف ديال لي فيرب اللي كيساليو بواغ ا لا فان وكيدخلوا في لي فيرب دو تخوازيام جروب. اذا هادو هما لي فيرب، بعض الامثله وامثله كثيره بزاف 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 جدا غادي نطرق لهم ان شاء الله في فيديو خاص بهم، نبينو لي فيرب دو دوزيام جروب، لي فيرب دو برومي جروب ان شاء الله الرحمن الرحيم. اذا حاولت انني نلخص هذا الفيديو، هذا ان شاء الله غيكون لي الفيديو تابعه ان شاء الله الرحمن الرحيم تتمه ديال لي فيرب دو تخوازيام جروب كيفاش كيتصرفوا. شكرا على حسن المتابعه، ما تنساوش تضغطوا على لايك الى عجبكم الفيديو، وايضا ديزلايك الى ما عجبكمش ايضا الفيديو، ضغطوا على جرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا على المتابعة، فرصة قادمة إن شاء الله.